الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء يا ربنا بعد. اللهم أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك يا ربنا عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم علما وعملا متقبلا، وارزقنا اللهم الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. وبعد، أحبتي في الله، فأرحب بكم في الدرس 33 من دروس قراءة وشرح كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، لشيخ الإسلام أبي زكريا محيي الدين يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وتكلمنا في دروس سابقة عما يقوله المسلم من أذكار إذا دخل الصلاة، بدءا من دعاء الاستفتاح، ثم الاستعاذة، ثم قراءة الفاتحة وما بعد الفاتحة، ثم وصلنا إلى قول الإمام، أو وصلنا إلى ما سيذكره الإمام رحمه الله تعالى في باب الركوع. طبعا الركوع يبدأ من التكبيرة، وسبق أن ذكرنا أن كل تكبيرات الصلاة عند الشافعي سنة إلا الإحرام. أحمد بن حنبل له رأي آخر، أوجب تكبيرات الانتقال، لكن الشافعي عنده التكبير الوحيد الذي هو ركن هو تكبيرة الإحرام، وما عداه سنة. قال إمامنا النووي رحمه الله تعالى: باب أذكار الركوع. قال: قد تظاهرت الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يكبر للركوع، كان يكبر للركوع وهو سنة. عند الشافعي التكبير للركوع إيش حكمه؟ سنة. ولو تركه كان مكروها كراهة تنزيه، ولا تبطل صلاته ولا يسجد للسهو. وكذلك جميع التكبيرات التي في الصلاة هذا حكمها إلا تكبيرة الإحرام، فإنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. وفي من الأخطاء الشائعة كثيرا أن المصلي يأتي فيجد الإمام بالركوع، فيأتي مستعجل ويقول الله أكبر ويركع دون أن يحدد هذه التكبيرة إن كانت تكبيرة إحرام أو تكبيرة ركوع. إذا حدد وقال في باله بالشرط، يحكي مش يقول نويت أن أكبر الله أكبر تكبيرة إحرام، لا، هو بقول الله أكبر بس عارف بباله شو بده يحكي. فإذا كان قصده أنه قال بالله أكبر تكبيرة الإحرام، صلاته صحيحة عند الشافعي، صلاته صحيحة. لكن إذا كان قصده تكبيرة الركوع، نقول صلاتك باطلة، ركوعك صحيح بس الصلاة باطلة، والصلاة لم تنعقد أساساً. المشكلة إنه قال الله أكبر ولا خاطر بباله ركوع ولا إحرام، نقول له كمان صلاتك باطلة. لابد أن تحدد أن المراد بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، ولهذا ضروري جداً أن تقول الله أكبر وأنت واقف مطمئن، خلاص حط من الاحتياط، حط إيدك على صدرك وهي السنة، ثم بدك تكبر مرة ثانية كبر، بدك تركع اركع. لكن لما تقول الله أكبر وحطيت إيدك على صدرك، خلاص جزمنا
وقطعنا بأنه هذه التكبيرة المراد بها تكبيرة إيش؟ تكبيرة الإحرام. قال تكبيرة الإحرام ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، وقد قدمنا عدد التكبيرات في الصلاة أو تكبيرات الصلاة في أول أبواب الدخول في الصلاة، ذكر كم ركعة والركعة الأولى قديش فيها تكبيرات مثلا. وعن الإمام أحمد رواية، طبعا الإمام أحمد أكثر من قول له في هذا، أن جميع هذه التكبيرات واجبة، قول طبعا في قول من أقوال التي عند الإمام أحمد. وهل يستحب مد هذا التكبير؟ احنا قلنا تكبيرة الإحرام ما فيها مد، الله أكبر، إلها فائدة إلها حكمة. قال طيب هنا أنت لما تيجي تركع، قال يستحب أنه لما بدك تركع الله أكبر حتى تستوي راكعا. ليش؟ قال حتى ما يفرغ جزء من صلاتك من ذكر الله، تكبيرة حتى ظل شاغل وقتك في الصلاة في ذكر الله سبحانه وتعالى. قال وهل يستحب مد هذه التكبيرة أو هذا التكبير؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله أصحهما، فيه قولان هو الأصل إمامنا النووي يقول قولان للشافعي يقول أظهرهما، بس ما يمكن هذا أصحهما. وهو الجديد يستحب مده إلى أن يصل إلى حد الراكعين، يشتغل بتسبيح الركوع، يعني بيقول الله أكبر حتى كم الركوع، لما كم الركوع ببلش يسبح قال لئلا يخلو جزء من صلاته عن ذكر الله. شو الهدف؟ لئلا يخلو جزء من صلاته عن ذكر. بخلاف تكبيرة الإحرام فإن الصحيح استحباب ترك المد فيها، لأنه يجب حاج إلى بسط النية. في هون عندنا مشكلة، لما تقول الله أكبر ببالك هون في إشي، ببالك في إشي. إمامنا الشافعي قال لك والله هذا اللي بكون موسوس وعقله مش معه، قول نويت أن أصلي صلاة العشاء، فرض العشاء، حاضر. شو بيحكي لو ما حكاها صلاة صحيحة؟ بس انت لما بدك تحكي العشاء، طيب لما تقول الله بدك تظلك ساحب نية العشاء اثناء التكبير. لانه شوف علي، لما سئل الشافعي بما تبدأ الصلاة؟ قال تبدأ بفرضين وسنة. السنة رفع اليد، ان يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه. طيب شو هم الفرضين؟ تكبيرة الإحرام مع النية مع بعض. طيب لما تقول الله أكبر العشاء، أنا بس العشاء الله أكبر، فأثناء قولي الله أكبر ذهني شغال إنه الصلاة اللي بدي أصليها شو هي؟ العشاء. لكن لما تقول الله بتخاف تغيب النية عنك، لازم تظل شغال بالنية أثناء التكبير. فلهذا شو بقول إمامنا النووي؟ قال لأنه يحتاج إلى بسط النية عليها، فإذا مدها شق عليه، بصير استحضار النية أثناء فترة التكبير ربما تمد الله 10 حركات 8 حركات الله أكبر حتى تصل حد الساجدين. ولما بدك تيجي ترفع من السجود تقول الله أكبر حتى تجلس، لجميع التكبيرات اللي سنة. أما تكبيرة الإحرام فقبل لو مديت، وقد تقدم إيضاح هذا في باب تكبيرة الإحرام والله أعلم. طيب كبر ووصل حد الراكعين. قال فصل فإذا وصل إلى حد الراكعين، اشتغل بأذكار الركوع. لما يصير راكع يشتغل بإيش؟ بأذكار الركوع. فيقول ورد في السنة أكثر من ذكر للركوع، وهذه الأذكار
الركن في الصلاة الركوع وليس الذكر داخل الركوع. الراجح عند الشافعية أن ما يقال من أذكار في الركوع إيش حكمها؟ سنة. طيب هل هنالك صيغة واحدة في هذه الأذكار؟ لا، ورد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكثر من صيغة، أكثر من صيغة، أشهرها على الإطلاق فيقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. قديش أقل الكمال؟ كم؟ 3. طب لو عملت 6 بقول لك وقف. إذا كنت منفرد اعمل 6، إذا كنت منفرد اعمل قد ما بدك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو واقف سورة البقرة وآل عمران والنساء، ثم ركع بمقدار قيامه. قديش يعني البقرة والنساء وآل عمران فيهم 6 أجزاء، 6 أجزاء يعني أخذوا معه 2 ساعة 3. طبعا يقول حذيفة فكان يقرأ مترسلا، إذا مر بآية سؤال سأل، إذا مر بعذاب تعوذ، إذا مر برحمة شيك. طيب قال فإذا كنت منفرد لا، لكن أقل الكمال بالنسبة للأقل الكمال 3. الإمام خاص الإمام في مناطق الأسواق، يعني إمام بالمدينة الصناعية بالمنطقة الصناعية اللي جايين عنده، يا ميكانيكي ترك ماتور السيارة، ترك ماتور السيارة وأجي يصلي، يا زبون ويله بده يجيب مساحات وبده يجيب زيت وبده يجيب وبده يجيب وبده يجيب، فهذولا مشغولين لا تطول عليهم أكثر من 3. المساجد اللي فيها أسواق، المساجد اللي تكون في الأسواق عفوا، المسجد اللي في السوق، هذول يا زباين جاي يشتري حاجته، يا تجار ترك محله وإجا، فالأفضل أن نختصر على حد الكمال 3 تكبيرات. لكن إذا كان المصلين أو إذا كان المصلون تفقين مع إمامهم ورايقين وعادي لو طول الإمام بيصير يطول. قال إذن المشهور في أذكار الركوع يقول سبحان ربي العظيم كم مرة؟ 3. إيش؟ لو قال مرة واحدة صلاته صحيحة، ولو ما قال، لو ركع بس ورفع صلاته صحيحة. لكن إحنا قلنا لك إنه التسبيحات سنة، إحنا في عنا ركوع وتسبيح بالركوع. الركوع شو حكمه؟ ركن. لكن التسبيح داخل الركوع. الآن القراءة، الفاتحة عند الشافعي وعند أحمد بن حنبل وعند مالك الفاتحة إيش؟ ركن واجب. طيب القراءة اللي بعد الفاتحة سنة، سنة مثل هيك. الركوع وتسبيحاته، الركوع مثل الفاتحة ركن، والتسبيحات مثل السورة التي بعد الفاتحة سنة. قال احنا قلنا أقل الكمال، لأنه في كمال أعلى من المال، أقل الكمال 3. قال إمامنا النووي فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال في ركوعه الطويل الذي كان قريبا من قراءة البقرة والنساء وآل عمران، مش احنا قلنا لكم قرأ وهو واقف البقرة والنساء وآل عمران ثم ركع قريبا من ذلك، يقول حذيفة قال في ركوعه الطويل الذي كان قريبا من قراءة البقرة والنساء وآل عمران سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ومعناه كرر سبحان ربي العظيم فيه كما جاء مبينا في سنن أبي داود وغيره. يعني ممكن يجلس يظل قاعد ربع ساعة وهو راكع، شو بحكي فيهن؟
سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وفي القرآن الكريم طبعا في بعض الأحد يقول لك تأول القرآن. شو يعني تأول القرآن؟ يعني هو يطبق ما جاء في القرآن. فسبح بحمدي، قال فلا أقسم بمواقع فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقد في أبها، قال فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم، فيقول سبحان ربي العظيم. وجاء في كتب السنن أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إذا قال أحدكم سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه، يعني وصل حد الكمال. إذا قال سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه. قال وثبت في الصحيحين، إيش صحيحين؟ البخاري ومسلم، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يقول في ركوعه، أسف بدنا نبلش نحفظ الأولان، حفظناه. في حدا مش حافظ سبحان ربي العظيم؟ مش حافظ غير هذلك، وانت بهيك جاي تتهجد أو تقرأ في صلاتك المنفردة قولها 10-20-30 مرة ما بضرك، سبحان ربي العظيم. طيب الآن السيدة عائشة تروي كما في الصحيحين، مش يقولوا هذا الفقه الشافعي أو الفقه الهايمة بدون أدلة، لا، كل الفقه قائم على أدلة. الآن هنا الإمام النووي يقول جاء في الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول سبحانك اللهم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، السيدة عائشة تقول يتأول القرآن، يعني جاء في بالقرآن الكريم بعض كثير آيات، فسبح بحمد ربك شيك واستغفروه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فالله عز وجل أمرنا بالاستغفار وأمرنا بتسبيح الله وتحميده. فالسيدة عائشة تروي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول، أنا بدي أعيده مرتين عشان تحفظوه، سبحانك اللهم ربنا، حفظتها، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا الدعاء الثاني، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. قال النووي رحمه الله تعالى وثبت في صحيح مسلم عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا ركع يقول، أي صار في عندي أول إشي سبحان ربي العظيم، الثانية سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، الثالثة اللهم لك ركعت. هذا الحديث عن سيدنا علي بصحيح مين؟ نسيته؟ صحيح مسلم. الحديث ما روته السيدة عائشة في الصحيحين، وما رواه سيدنا علي وين؟ في مسلم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان إذا ركع يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. نعيده، اللهم لك ركعت، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي.
هذا في مسلم. وجاء في كتاب السنن: خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي، يعني بدني كله. هاي ما الذي يحمل البدن؟ القدم. وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. قال خشع، هذا بالسنن، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. طبعا هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من صيغة، كان لما يركع يقول بهذا ويقول بهذا ويقول بهذا. سيأتي عن إمامنا النووي رحمه الله تعالى، يقول: إذا عندك جلد وعندك قوة وعندك وقت وعندك طاقة، والله عز وجل هذا كله تيسير من رب العالمين، وإذا الله يسر لك أو أعانك على أن يكون في عندك همة تركع لك 5 دقائق 6 دقائق، احكيهن كلهن، إيش تخسر؟ يا جماعة إحنا يعني عدم مؤاخذة، معلش خلينا نحكي، زكاة الحمد لله مفلسين معناش ما صار نزكي. إخواننا يضحون بأموالهم ودمائهم، وإحنا الحمد لله لا دماء ولا أموال، وصيامنا الله يكون بعوننا، الله يكون بعوننا، نصوم عن الحلال ونغتاب ومنعمل ومنقيم ومنحط، يعني صيامنا نص نص، ما ظل لنا غير الصلاة، ندير بالنا عليها، ما ظل يعني لا جهاد مجاهدين ولا صدقة مثل العالم متصدقين. يعني تيجي هيك، تيجي على مطبخك معكيش مصاري، تقسم هالنص هالفريكات اللي ببيتك، هالبرغلات هالرزات، أقول لك جرب هيك، اقسم راتبك نصين، اعطي نصه لاهل غزه، جرب شو يعني، ما سيدنا نص ربع. فانا الحمد لله، الحمد لله، الله يعني الله 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 يغفر لنا تقصيرنا، الله يغفر لنا تقصيرنا. ولعلي انا قاعد بحكي وبحثكم يمكن اكثركم تقصيرا، على اي حال، على اي حال يا اخي، احنا يعني الواحد يمكن راس ماله اللي سيلقى الله به ما في غير صلاته. فاذا قدرت تحفظ هذه الاذكار كلها وتقولها بالركوع، الله يكثر خيرك. قال إمامنا النووي بعد ما ذكر تلك الأحاديث اللي سبحان ربي العظيم وحديث السيدة عائشة وحديث سيدنا علي، وثبت في صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده. هاي زيادة، يعني هذا الحكي كان يقوله بالركوع وبالسجود. سبوح، وفي رواية سبوح، هاي مش سبحان، أعلى درجة من سبحان، هاي صيغة مبالغة من التسبيح، صيغة يعني صاحب التسبيح الذي لا يسبح غيره، لا يستحق أحد أن يسبح غيره. قدوس، قدوس، القداسة هي الطهارة، القداسة هي الطهارة، ولهذا بيقولوا الأرض المقدسة، بالقرآن مش جاءت ادخلوا الأرض المقدسة، الطهارة والبركة، فالأرض المقدسة اللي المطهرة أو المباركة، ولتبارك يعني هي القداسة طهارة وبركة وتبارك، ولهذا تقدس بمعنى تبارك، بمعنى تبارك، والأرض المقدسة بمعنى الأرض المباركة والأرض المطهرة. ولهذا جاء في بعض الكتب مثلا بيجي، قال الإمام الرافعي، قال الإمام الغزالي قدس الله روحه، يعني بارك فيها، قال ابن القيم، قال ابن تيمية قدس الله روحه، يعني قدس، مش تقول لي شو قدس، لا لا لا، يعني قدس بمعنى بارك وطهر. فهنا السبوح صيغة مبالغة من التسبيح. ليش مبالغة؟ لأنه لا يستحق أحد للتسبيح إلا مين؟ إلا الله سبحانه وتعالى. والتقديس، لا يستحق أحد التقديس على الحقيقة، نحن نقدس ونطهر علماء كذا، لكن التقديس على الحقيقة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فتقول أمنا عائشة كان يقول عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده سبوح قدوس، وفي بعض اللهجات العربية سبوح قدوس. عرفت شو معناها؟
اللي هو صيغة مبالغة من التسبيح والتقديس. قالت عائشة كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. من الروح؟ جبريل. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذر بلسان عربي مبين. قال رب الملائكة والروح. إذا كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبوح قدوس يعني هذا قمة، يعني أقصى ما يقال في التسبيح والتقديس، والسبوح قدوس رب الملائكة والروح. يقول إمامنا النووي: قال أهل اللغة سبوح قدوس بضم أولهما وفتحه أيضا لغتان أجودهما وأشهرهما وأكثرهما الضم. وجاء كما قال الإمام النووي وروينا عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقام فقرأ سورة البقرة. هذا عوف بن مالك، غير قصة سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا حذيفة، هذه قصة ثالثة. وهذا يدلك على أن النبي مش هيك فزعة نزعة هيك يوم، خلنا نقول إيش، زلة أنه قرأ البقرة في ركعة، لا، قرأ شغلته عادته، يعني هي لما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلوات ربي وسلامه عليه. هذا الحديث رواه سيدنا عوف بن مالك، قال: فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل الله الرحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ، يعني تعوذ من العذاب. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت. ذي الجبروت كمان صيغة مبالغة من الجبار. سبحان ذي الجبروت والملكوت كما والكبرياء والعظمة. سبحان، شوف سبحان الله أدعية خفيفة لطيفة، كل دعاء أربع كلمات، كل دعاء أربع كلمات. قال: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قال في سجوده مثل ذلك. قال النووي رحمه الله: هذا حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي في سننهما والترمذي في كتاب الشمائل بأسانيد صحيحة. دقائق يا بابا. قال: وروينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذه زبدة الباب، هذه خلاصة الباب في باب ما يقال في الركوع. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. كل الأدعية التي قيلت هاي معناها تعظيم الرب. قال: واعلم أن هذا الحديث الأخير هو مقصود الفصل، وهو تعظيم الرب سبحانه وتعالى في الركوع بأي لفظ حتى لو ما ورد في السنة، يجوز، المهم أنك تعظم الرب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: عظم فيه الرب. قال: بأي لفظ كان، ولكن الأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن من ذلك، بحيث لا يشق على غيره ويقدم التسبيح منها سبحان ربي العظيم. فإن أراد الاقتصار فيستحب التسبيح وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات، ولو اقتصر على مرة كان فاعلا لأصل التسبيح، ويستحب إذا اقتصر على البعض أن يفعل في بعض الأوقات بعضها وفي وقت آخر بعضا آخر، وهكذا يفعل في الأوقات حتى يكون فاعلا لجميعها، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب. ثم قال، طبعا هو بيحكي أنه بتقدر تعمل الأذكار كلها في الركوع، اعمل، ما بتقدر
بالركعة الأولى احكي دعاء، بالركعة الثانية احكي دعاء، بصلاة الفجر احكي دعاء، بالظهر احكي دعاء، بحيث تمر على جميع الأذكار والأدعية التي قالها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم يختم إمامنا النووي هذا الفصل بقوله: واعلم أن الذكر في الركوع سنة عندنا وعند جماهير العلماء، فلو تركه عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته ولا يأثم ولا يسجد للسهو. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أنه واجب، فينبغي للمصلي المحافظة عليه للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر به كحديث: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وغيره مما سبق. وليخرج عن خلاف العلماء رحمهم الله تعالى، والله أعلم. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وفيما رزقنا، وأن يبارك لنا في أموالنا وأبنائنا وذرياتنا وأزواجنا. اللهم ربنا أكرمنا، اللهم أكرمنا بما أكرمت به عبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم أنزل عليهم لطفك وبردك وعفوك، اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما، اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما، اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما. اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم واقصم أعداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.